القانون، حضرتك القانون حماية المستهلك الحالي حضرتك سمعت انه في تطوير وهيبقى في 89 ماده، وصل لغايه فين دلوقتي؟ وايه ابرز الحاجات اللي حضرتك عاوزها عشان تساعدك في الشغل بقى؟ اليد الحديديه بقى. بص حضرتك، يعني لازم يبقى في اطار قانوني عشان ما حدش يقدر يشتغل من غير اطارات قانونيه. قانون الحالي اللي احنا شغالين بيه ده طلع اللي هو 67 لسنه 2006، كان قانون كده توافقي، يعني طلع في خلال فترة التنافسية بفتح سوق يعني على مصراعي. فكانت المواد اللي فيها بتأيد بعضها يعني، وثمان مواد بس كنت بتشم منها ريحة حماية المستهلك. بعد 25 يناير طموحاتنا قلنا ان جهاز حماية المستهلك يجب ان يكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ودي تحقيق العدالة الاجتماعية بمنتهى البساطة بنقولها ازاي؟ اشتري عربية بمليون جنيه وتعالى قول لي بايظة هحميك. طب ما تشتري حاجة بجنيه وقول لي أنا فيها عيب لازم أحميك بنفس القدر بتاع المليون جنيه. لأن اللي عنده جنيه قد يكون غالي عليه أكتر من مليون. وهو ده اللي احنا عايزين إن احنا نشتغل عليه. طيب هنشتغل إزاي؟ فاحنا القانون القديم مثلا على سبيل المثال الفاتورة كانت وجوبية في حالة طلبها من المستهلك. اللي بيحصل عملا تيجي تقول له انا عايز فاتوره يقول لك هحط لك 10%، وبالرغم ممكن يكون كان موجود في سعر الساعه ال 10% مثلا مع الافراج الجمركي او حاجه من هذا القبيل. فتقول له لا انا مش عايزها، تلعب بايظه ترجع له مش هتاخد حقك. فاحنا هنعملها وجوبيه وسعر شامل. حلو. بحيث ان زي في اي حته في العالم. طبعا. والدوله هي المسؤوله ان هي تعرف اذا كان الكلام ده فيه ضريبه مبيعات ولا لا. وهنقعد مع الدكتور مصطفى عبد القادر اللي هو رئيس هيئه الضرايب علشان نشوف هنخلي اللائحه التنفيذيه تقول انهي شرايح، لان في بعض الشرايح مش تقدر ان انت تطبق فيها. زي ايه؟ زي مثلا لو انت بتشتري مثلا خضار وفاكهه من الشارع. مش هتقدر تقول له هات فاتوره، يعني هتبقى منها صعوبه بشيء. انما نقدر ان احنا نبقى في تدرج. وان كان المؤشرات دلوقتي العيش بيتوزع بتاخد بيه وصل دلوقتي، يعني العيش ابو خمس ساغر مدعم من المخابز مع البطاقه الذكيه بيطلع لك وصل. فاذا ما حدش يجي يقول لا مش هنقدر ان احنا نطبق حاجه عشان ننظم. بس هو مين اللي بيعمل؟ هل اللجنه الصحه التشريعي اللي هتعمل ولا انتوا هتعملوا وهي هتراجع؟ لا احنا بيحصل ايه؟ صياغة زي ما بيقولوا. احنا بنقول ايه؟ احنا بنحط قانون، مقترح قانون، فهو حاليا في لجنه الاصلاح التشريعي. يعني احنا دخلنا يعني حط فعلا احنا وناقشنا.